بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة الفاتحة. الدرس الثاني. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديثنا اليوم عن سورة عظيمة هي أعظم سورة في القرآن، ألا وهي سورة الفاتحة، السورة التي هي أول سورة في المصحف الشريف، وهي أم القرآن وأعظم سورة في القرآن، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، وأعظم آية في القرآن آية الكرسي. وهذه السورة جعل الله قراءتها ركنا في كل ركعة من صلاتنا لما تشتمل عليه من المعاني العظيمة، وهي دعاء كلها من أولها إلى آخرها، دعاء أولها دعاء عبادة، وذلك بالثناء على الله سبحانه وتمجيده وحمده، وآخرها دعاء مسألة. صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه عز وجل في حديث القدسي أنه يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، سماها صلاة. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال الله جل وعلا: أثنى علي عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله سبحانه وتعالى: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين إلى آخر السورة، قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فمن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين إلى إياك نعبد، هذا لله سبحانه وتعالى تعظيم وتمجيد وثناء. ومن قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة، هذا للعبد يسأل ربه عز وجل فيستجيب له. فقوله الحمد لله، الحمد هو الثناء، الحمد هو الثناء على المحمود، وأل للاستغراق أي جميع المحامد لله سبحانه وتعالى، وهو سبحانه يحمد لذاته ويحمد لصفاته ويحمد لأفعاله سبحانه وتعالى. فالحمد كله لله ملكا واستحقاقا، لأنه هو المنعم بجميع النعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهو يحمد جل وعلا على نعمه التي لا تحصى، فلا إحصاء لحمده جل وعلا، كما أنه لا إحصاء لنعمه. الحمد لله أي لا لغيره سبحانه وتعالى، وإنما غير الله يحمد على قدر
معروفه وقدر إحسانه. وأما الحمد المطلق فهو لله جل وعلا، والله علم على الذات لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى، فلا أحد يسمى الله ولا أحد من الخلق تسمى بالله، ما أحد سمى نفسه الله إلا الله جل وعلا. وهذا من العجائب، فرعون ما قال أنا الله، قال أنا ربكم، أنا ربكم الأعلى، فلا أحد تسمى بهذا الاسم إلا الرب سبحانه وتعالى. والله معناه المعبود، المعبود بحق. الألوهية هي العبادة والمحبة. الرحمن الرحيم اسمان أيضا من أسمائه سبحانه، يتضمنان الرحمة كأسمائه كلها، فأسماء الله كلها تتضمن الصفات لله عز وجل. كل اسم من أسماء الله فإنه يتضمن صفة من صفاته، فالرحمن يتضمن الرحمة، السميع يتضمن السمع، العليم يتضمن العلم، وهكذا كل اسم من أسمائه فإنه يتضمن صفة من صفاته. ولهذا أسماء الله حسنى، حسنى يعني كاملة، ولله الأسماء الحسنى، أسماؤه كلها حسنى لأنها كاملة وتتضمن صفات عظيمة لله جل وعلا. الرحمن الرحيم، هذه أسماء الله جل وعلا، هذه من أسماء الله جل وعلا. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم القيامة، والدين معناه الحساب، أي يوم الحساب. ولماذا خص يوم الدين بالملكية مع أنه مالك للدنيا والآخرة، مالك لكل شيء؟ لأنه في الآخرة لا أحد يملك شيئا إلا الله جل وعلا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أما الدنيا ففيها ملكيات وفيها ملوك، فيها ملكيات، الناس يملكون في هذه الدنيا ما ملكهم الله جل وعلا، وفيها ملوك، لكن في الآخرة الملك كله لله جل وعلا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فليس في الآخرة ملوك ولا أمراء ولا مملوكون إلا لله جل وعلا. ولهذا قال مالك يوم الدين، في قراءة ملك يوم الدين، ملك، والمالك والملك بمعنى واحد، مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب. إياك نعبد، أي لا نعبد سواك، لأن تقديم المعمول إياك على العامل نعبد يفيد الحصر، يفيد الحصر، حصر العبادة لله جل وعلا، لأنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا. وأما غيره فإن عبد فعبادته باطلة، ليست حقا له. فجميع المعبودات من الأصنام والأشجار والأحجار والجن والإنس، المعبودات كلها عبادتها باطلة
لأنها بغير حق، وإنما العبادة حق لله وحده، ولذلك قال إياك نعبد، فهو أبلغ من قوله نعبدك ونستعين بك، أبلغ تقديم المفعول على الفعل يدل على الحصر، إياك نعبد هذا حق لله جل وعلا، وإياك نستعين هذا حق للعبد، الاستعانة حق للعبد يستعين بربه سبحانه، إياك نستعين، والاستعانة طلب العون وهي نوع من أنواع العبادة، الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فلماذا أفردها مع أنها داخلة في قوله إياك نعبد؟ لأن الاستعانة نوع من أنواع العبادة فهي داخلة فيها، فلماذا أفردها؟ أفردها لأهميتها، فلا يستعان إلا بالله جل وعلا، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن الله هو الذي يقدر على الإعانة، والمخلوق يستعان به فيما يقدر عليه، يجوز تستعين بالمخلوق القادر الحي الموجود تقول له أعني على كذا وكذا، أعني بمال، أعني على حمل كذا، فيما يقدر عليه لا بأس، أما ما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهذا لا يطلب من المخلوق، لا يطلب من المخلوق، كالهداية والرزق وجميع الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله هذه لا تطلب من المخلوقين، من طلبها منهم فقد أشرك بالله عز وجل. وأما الأشياء التي يستطيعها المخلوق لأن كان حيا حاضرا تقول له يا فلان أعني، الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، هذا شيء يقدر عليه الإنسان، يقدر يساعدك بما يستطيع وما يملك، أما ما لا يقدر عليه فهذا لا يجوز طلبه إلا من الله جل وعلا، طلب الرزق، طلب الولد، طلب الشفاء من المرض، طلب النصر على الأعداء، هذا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وإياك نستعين، هذا دعاء مسألة تسأل الله أن يعينك، اهدنا الصراط، اهدنا هذا دعاء أيضا تطلب من الله أن يهديك، لأن الهداية بيد الله جل وعلا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، والهداية على نوعين، هداية دلالة وإرشاد، وهذه تحصل، هذه تحصل للمؤمن والكافر، هداية الدلالة والإرشاد والبيان هذه عامة تحصل للمؤمن والكافر، فالله بين الحق من الباطل للمسلمين وللكفار، ودلهم عليه، دل المسلمين ودل الكفار على الحق، لكن المسلمون قبلوا الهداية والكفار لم يقبلوها، فأما عاد فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى،
الله هداهم يعني دلهم على الحق وبينه لهم، لكنهم لم يقبلوه. وأما أهل الإيمان فإنهم قبلوا الحق لأنهم يريدون الحق، أما الكفار فهم لا يريدون الحق ولذلك لم يقبلوا الهداية. وهذا النوع من الهداية وهو الدلالة والإرشاد هذا يملكه المخلوق، المخلوق يملك هداية الدلالة والإرشاد، فيدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويبين الخير. والله جل وعلا يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي تدل وترشد وتبين، هذا يملكه المخلوق. النوع الثاني هداية التوفيق والقبول والتثبيت على الحق، وهذه لا يملكها إلا الله جل وعلا. هذه الهداية هداية التوفيق وهداية القبول وهداية الثبات على الحق لا يملكها إلا الله، المخلوق لا يملكها. ولهذا قال جل وعلا لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو أشكل عليك هاتان الآيتان، آية فيها وإنك لتهدي، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وآية إنك لا تهدي، فكيف أثبت الهداية للرسول ثم نفاها؟ فالجواب أن تقول الهداية مختلفة، الهداية التي أثبتها للرسول هي هداية الدلالة والإرشاد والبيان، والهداية التي نفاها عن الرسول صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والقبول والثبات على الحق، فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، لا يملك ولا تطلب إلا من الله جل وعلا. وقوله اهدنا الصراط يشمل الهدايتين، هداية الدلالة أي بين لنا وأرشدنا، وهداية التوفيق أي وفقنا لقبول الحق وثبتنا عليه. الصراط معناه الطريق، الصراط في اللغة الطريق يسمى صراطا، والمراد به هنا، المراد بالصراط هنا المراد به الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، الطريق الموصل إلى الله وإلى الجنة، هذا الذي نسأل الله أن يهدينا إياه، الطريق الموصل إلى الله جل وعلا وإلى جنته، وهو الإسلام. الإسلام هو الصراط أي الطريق. وقيل الصراط هو القرآن، القرآن هو الصراط يعني الطريق الموصل إلى الله. وقيل الصراط هو الرسول صلى الله عليه وسلم. والكل حق، الكل حق، فالصراط يعني الرسول ويعني الإسلام، يعني الرسول ويعني الإسلام ويعني القرآن، كلها صراط موصل إلى الله جل وعلا. والمستقيم معناه المعتدل، المستقيم معناه المعتدل الذي لا انحراف فيه، هذا هو الصراط المستقيم أي الطريق المعتدل الذي ليس فيه انحراف ولا ميلان ولا ضياع، صراط واضح
معتدل ليس فيه غلو وليس فيه تساهل بل هو معتدل متوسط وسط. أنت تسأل الله أن يهديك هذا الصراط المعتدل، هذا الطريق المعتدل الذي ليس فيه انحراف وليس فيه ميلان. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح ذلك خط لأصحابه خطا معتدلا، وخط على جنبتيه خطوطا منحرفة، وقال صلى الله عليه وسلم للخط المعتدل: هذا صراط الله، وقال للخطوط الأخرى المنحرفة: هذه سبل، كل سبيل عليه شيطان يدعو الناس إليه. هذا توضيح لقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط المستقيم من الذي عليه ومن الذي يسير معه؟ الذين أنعم الله عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، كما قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فرفقاؤك على هذا الطريق هم خير الخلق، فلا تستوحش، لا تستوحش، لأنك مع خير الناس. إذا سرت على هذا الصراط فأنت مع خير الناس من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وإن خالفك أكثر الناس فلا تلتفت إليهم، لأن أكثر الناس همج لا خير فيه، أكثر الناس همج لا خير فيهم. الله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فإذا سرت على هذا الطريق وخالفك الناس أو عابوا عليك أو ضايقوك أو استهزأوا بك فلا تلتفت إليهم ولا تعبأ بهم، لأنك تمشي مع الذين أنعم الله عليهم، مع خير الناس. فلا تلتفت إلى من يلومك ومن يتنقصك ومن يتكلم فيك ويعيبك ويصغر عقلك أو تفكيرك، لأن المؤمن يبتلى في هذه الدنيا، يبتلى بالكفار، يبتلى بالمنافقين، يبتلى بالفسقة الذين يخذلونه عن صراط الله وعن دين الله. فالواجب أن يثبت ولا يلتفت إلى هؤلاء ولا يعبأ بهم. صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. شوفوا، الصراط تارة يضيفه إلى نفسه: وأن هذا صراطي مستقيما، وتارة يضيفه إلى العباد: صراط الذين أنعمت عليهم، أضافه إليهم
فلماذا أضافه إلى نفسه ثم أضافه إلى العباد؟ أضافه إلى نفسه وأن هذا صراطي مستقيما لأنه يوصل إلى الله جل وعلا، وأضافه إلى العباد في هذه الآية صراط الذين أنعمت عليهم لأنهم يسيرون عليه، هم أهله الذين يسيرون عليه، وأن هذا صراطي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، أضافه إلى الله لأنه دال على الله وموصل إلى الله جل وعلا. وإضافته إلى الله إضافة تشريف، إضافة تشريف، وإضافته إلى العباد أيضا إضافة تشريف، لأنه أضافه إلى خير الخلق الذين أنعم الله عليهم، ولا الضالين أي وغير صراط الضالين، لأن الناس على ثلاثة أقسام: القسم الأول المنعم عليهم، القسم الثاني المغضوب عليهم، القسم الثالث الضالون. فما المراد بهذه الأصناف الثلاثة؟ المنعم عليهم من هم؟ هم أهل العلم والعمل. المنعم عليهم هم أهل العلم النافع والعمل الصالح الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فالذين أنعم الله عليهم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، عملوا بعلمهم. الصنف الثاني المغضوب عليهم، وهم الذين أخذوا العلم وتركوا العمل، تعلموا العلم ولم يعملوا به، هؤلاء مغضوب عليهم. ومنهم اليهود، اليهود عندهم علم لكنهم لم يعملوا به، فغضب الله عليهم. وهكذا كل من عنده علم ولا يعمل به فهو مغضوب عليه من هذه الأمة وغيرها. فهذا فيه التحذير من ترك العمل بالعلم، إن الإنسان يتعلم ولا يعمل، فإذا فعل ذلك فإنه يكون مع المغضوب عليهم، لأن من علم ليس كمن لا يعلم. والفريق الثالث الضالون، وهم الذين يعملون بغير علم، يعملون بالبدع والخرافات والمحدثات، ويتقربون بها إلى الله والله لم يشرعها ولا دليل عليها. فكل من عمل عملا يتقرب به إلى الله وهو على غير دليل فإنه ضال ضايع، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا يعني كل من يعمل ويتقرب إلى الله من غير دليل ومن غير شرع، بل بما استحسنه هو أو يقلد غيره من دون دليل. وفي مقدمة هؤلاء النصارى، النصارى أخذوا العمل وتركوا العلم، ومن هذه الأمة المبتدعة، من هذه الأمة كل مبتدع كالصوفية وغيرهم ممن أخذوا العلم واجتهدوا في العبادة لكنهم يعبدون الله بغير ما شرع وبغير دليل من كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوفية تحذر من العلم، تحذر الناس أنهم يتعلمون وأنهم يجلسون إلى العلماء ويتعلمون، يقولون لهم اشتغلوا بالعبادة واتركوا العلم، لأن العلم يعوضكم عن العبادة، العلم يأخذ عليكم الوقت، كونك تجلس تعلم، متى تعلم؟ تبي سنين، تبي وقت طويل، هذا يضيع عليك العبادة
اشغل وقتك بالعبادة. طيب العبادة ما تصح إلا بعلم، إذا كانت عبادة من غير علم فهي باطلة ضلال، وتعلم العلم بنية خالصة من العبادة أيضا، بل هو أفضل، أفضل العبادة، تعلم العلم أفضل من نوافل العبادات كلها. لأن تتعلم مسألة واحدة، مسألة واحدة تتعلمها وتفقهها خير من قيام ليلة، خير من قيام ليلة كاملة. كيف بالذي يتعلم العلم الكثير يستفيد ويفيد الناس ويدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويصبح هاديا مهديا؟ يقولون لا، لا تعلمون. ولذلك يحاربون العلم، وبعضهم يمزق كتب العلم، بعضهم يمزق كتب العلم يقول هذه أشغلت الناس، وهذا والعياذ بالله هو الضلال المبين. لأن العمل بدون علم لا ينفع، كما أن العلم بدون عمل لا ينفع بل يضر، ولا ينفع إلا العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. فأنت تسأل الله أن يهديك للعلم النافع والعمل الصالح لهذه السورة العظيمة، وأن يجنبك طريقة العلم الذي لا ينفع والعمل الذي لا ينفع. العلم الذي لا ينفع هو الذي ليس معه عمل، والعمل الذي لا ينفع هو العمل الذي ليس معه علم، فتنبهوا لذلك. ولذلك هذه سورة عظيمة، وأنت تدعو الله لهذه السورة تفتتحها بالثناء على الله جل وعلا، ثم تسأل الله هذه الأسئلة العظيمة المفيدة لك. أحضر قلبك عند قراءة هذه السورة وتنبه لها. ولذلك يشرع ويستحب في ختامها أن يقول الإمام والمنفرد والمأموم آمين. آمين يعني اللهم استجب، تأمين على هذا الدعاء العظيم، فهي سورة عظيمة. ويأتي في الدرس القادم إن شاء الله بيان ما فيها من الأحكام، لأنها سورة عظيمة. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم أم القرآن، لأنها تشتمل على معان عظيمة، وقد سمعتم شيئا من معانيها العظيمة، فهي سلاح المؤمن، يقرأها في كل ركعة، إذا قرأها بحضور قلب وتدبر لها فإنها أعظم سلاح يكون معه يسير عليه في هذه الحياة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل من حكمة تعبدية جعلت سورة الفاتحة تتكرر في جميع الصلوات؟ الحكمة واضحة، الحكمة في تكرارها في كل ركعة وفي جميع الصلوات لما تتضمنه من الأدعية العظيمة التي أنت بحاجة إليها أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب لو تأملتها. نعم. يقول السائل: ما حكم قول المأموم خلف الإمام عندما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، قال المأمون استعنت بالله، هل هذا مشروع أو هذا غير مشروع؟ يجب التنبه لهذا، هذا ما يجوز في الصلاة. بعض العوام إذا سمع الإمام يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، هذا لا يجوز، هذه زيادة في الصلاة لا تجوز. نعم.
يقول السائل: هل يجوز في الدعاء أن أقول اللهم إني أقسم عليك أن تفعل كذا؟ وإذا كان لا يجوز فكيف بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أقسم على الله لأبره؟ الإقسام على الله على نوعين: إقسام ممنوع وإقسام جائز. الإقسام على الله أن لا يفعل الخير، الله كان يقول والله لا يغفر الله لفلان، هذا لا يجوز، لأنه تحجر على الله جل وعلا وسوء أدب مع الله جل وعلا وسوء ظن بالله، فلا يجوز هذا. أما النوع الثاني وهو الإقسام على الله أن يفعل الخير، هذا طيب، وهو حسن ظن بالله عز وجل، كما في الحديث: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. هذا لا بأس به. أما النوع الأول فهو ممنوع، لأنه سوء أدب مع الله، تريد أن تمنع الله، أن تمنع الخير من الله عز وجل، وتمنع الله أن ينزل الخير على عباده، هذا لا يجوز. ولهذا لما قال رجل من بني إسرائيل والله لا يغفر الله لفلان، قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. أحبط عمل هذا القائل لأنه تجرأ على الله وأساء الأدب مع الله عز وجل وأراد أن يمنع الخير من الله، وغفر الله لهذا المذنب، لأن الله يغفر الذنوب جميعا، ولا أحد يمنع الله جل وعلا أن يغفر لعباده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح أن يسأل الله بسورة الإخلاص فيقول اللهم إني أسألك بسورة الإخلاص؟ توسل بالقرآن جائز، لأن القرآن صفة من صفات الله، كلام الله، لأنه كلام الله، ويجوز التوسل إلى الله بصفة من صفاته جل وعلا، كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله لأنه أرحم الراحمين، يجوز التوسل إلى الله بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالقرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فيجوز التوسل به: أسألك بالقرآن أو بالسورة الفلانية أن تغفر لي، أو أسألك بكلامك الذي أنزلته على نبيك، أتوسل إليك بكلامك الذي أنزلته على نبيك أن تغفر لي، أن تشفيني، لا بأس بذلك. إنما الممنوع التوسل إلى الله بالمخلوق، كأن تقول أسألك بفلان أو بجاه فلان، هذا هو الممنوع. نعم. يقول السائل: ما هو أجر الجلوس إلى الشروق، وهل ثبت استغفار الملائكة لمن جلس حتى الشروق؟ الملائكة تستغفر لمن جلس ينتظر الصلاة، من جلس في المسجد ينتظر الصلاة فإنه في صلاة والملائكة تستغفر له. أما الجلوس إلى الشروق لذكر الله عز وجل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعدل عمره أو حجه تامة، ففيه فضل عظيم. نعم. يقول السائل: بعض الناس يجوزون التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بحديث الأعمى، نرجو توضيح ذلك. حديث الأعمى ما هو صحيح، حديث الأعمى ما هو صحيح، لا يجوز الاستدلال به، ولا يجوز التوسل إلى الله بالمخلوق، لا النبي ولا غيره. التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ولا يتوسل إليه بمخلوق. نعم. يقول السائل: إذا نسي الشخص فدعا للميت بعد التكبيرة الثانية ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يعمل؟ وهل لصلاة الجنازة سجود سهو؟ ليس لها سجود سهو، صلاة الجنازة ليس لها
سجود سهو، وإذا نسي فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. نعم. يقول السائل: هل يجوز بيع أو شراء شريط قرآن إذا عرفنا أن المقرئ مبتدع؟ القرآن يجوز بيع شريطه، يجوز بيع المصحف على الصحيح لأجل أن ينتفع به، لأجل أن ينتفع به، وكون المقرئ الذي قرأ غير مستقيم هذا لا يمنع من بيع شريط القرآن، لأن المقصود القرآن كلام الله عز وجل، وأما المقرئ فذنبه عليه، لكن نحن نستمع القرآن ونشتري القرآن لنستفيد ونتعظ بالقرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل أفطر شهرا كاملا في رمضان بعد بلوغه، والآن يسأل عن كفارة هذا الإفطار وهو في حيرة من أمره، أفيدونا بارك الله فيكم. الواجب عليه التوبة إلى الله، وقضى الأيام التي أفطرها، وأن يطعم عن كل يوم مسكينا عن التأخير، عن تأخير القضاء، إلا إن كان من رمضان السنة هذه فإنه يكفي القضاء، أما إن كان من العام الماضي أو قبله فإنه لابد مع القضاء أن يطعم مسكينا عن كل يوم كفارة عن التأخير مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم لبس البنطال للمرأة في بيتها وهو السروال؟ البنطال ليس لباسا للمرأة ولا يسترها الستر المطلوب، لأنه يبين أعضاءها ويبين مفاتنها، والمطلوب المرأة أن تستر نفسها سترا تاما لا يفتن بها، فالبنطال يفتن بها، يفتن من نظر إليها، فلا تلبسه المرأة، المرأة المسلمة. نعم. يقول السائل: ما حكم التحلق قبل الجمعة أحيانا دون مواظبة، علما أن وزارة الأوقاف تفرض على الأئمة الدرس قبل الجمعة؟ الدرس ليس هو من التحلق، الدرس موعظة تلقى، الناس مجتمعين لصلاة الجمعة يلقى عليهم درس أو موعظة قبل الصلاة، هذا محل نظر، يعني لا ينكر إنكار تام، ولكن الأولى تركه، لأن تكفي الخطبة، الخطبة تكفي عن الموعظة وعن الدرس. والمطلوب أن الإنسان، أن الناس إذا حضروا صلاة الجمعة يشتغلون بذكر الله، بالنوافل، تلاوة القرآن، هذا هو الأحسن، أحسن من إلقاء درس قبل الجمعة، لكن لو عمله أحد لا ينكر عليه. نعم. يقول السائل: ما حكم تلقين القرآن جماعة للصغار أو لكبار السن على الطريقة المغربية بصوت واحد؟ على طريقة التعليم لا بأس بالقراءة الجماعية للطلاب لأجل تعليمهم الآية أو السورة، لأن كون المدرس يدرس كل واحد على حدة ويلقن كل واحد على حدة يشق عليه، فإذا كانت قراءتهم متحدة في سورة واحدة أو آيات واحدة فمن الأسهل إنه يلقنهم جميعا ويقرؤون جميعا لأجل التعلم. نعم. يقول السائل: حلفت كذبا على عمل معين إذا عملت خلافه، ثم استغفرت الله وتبت إليه وصمت 3 أيام، سؤالي: هل علي شيء آخر، وخاصة أني أريد الحج إن شاء الله؟ إذا حلفت أن لا تفعل شيئا ثم فعلته فإنه تجب عليك الكفارة، والكفارة فيها تخيير وفيها ترتيب، تخيير بين 3 أشياء، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، هذه على التخيير، أي واحدة فعلتها تكفي. فإذا لم تجد لا إطعام ولا كسوة ولا عتق فإنك تصوم 3 أيام، قوله تعالى: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة،
هذا على التخيير، لأن أو هنا للتخيير. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، من لم يجد، ما هو الصيام على طول وانتقدر على الإطعام أو على الكسوة أو على العتق. الصيام مرحلة أخيرة، إذا لم تجد شيئا من هذه الثلاث فإنك تصوم ثلاثة أيام، ولا مانع من الحج، تحج، تكفر عن يمينك وتحج، ما في مانع. نعم. يقول السائل: ما حكم من سرق متاع غيره وهو يعرفه ثم أراد التوبة إلى الله ولم يجد ذلك الشخص المعين حتى يرد له متاعه، ماذا يصنع في هذه الحالة؟ ما دام أنه يعرفه فلا بد من رد حقه عليه، وإذا لم يعرفه الآن، يعني ما اهتدى إليه الآن، ما وجده، فإنه ينتظر إلى أن يأتي أو يجده ثم يدفع إليه ماله أو يطلب منه المسامحة. نعم. هذه سائلة تقول: أنا سيدة أعمل كوافيرة، أي قص شعر مع تزيين العرائس للسيدات فقط، فما حكم ذلك مع العلم أن دخل زوجي الشهري لا يكفي لإعالة الأطفال؟ أرجو أن يكون الرد خطيا وشكرا. أنصحك أن لا تعمل هذا العمل، عمل الكوفيرة، لأنه يكون فيه أشياء محرمة وأشياء منكرة، والناس ما يريدون، أغلب الناس ما يريدون الشيء المباح، إنما يريدون الشيء الممنوع. فأنصحك أن تتركي هذه المهنة وهذه الحرفة، وأن تطلب الرزق بغيرها. نعم. يقول السائل: كيف بمن يعمل في بلاد الكفر في فندق فيه الحلال والحرام وهو مواظب على الصلوات الخمس، هل هذا العمل جائز؟ وهل أجرته حلال أم حرام؟ الفندق الذي فيه حلال فيه حرام، فيه إدارة خمر، إدارة الخمور، وفيه عمل المعاصي، لا يجوز لك أنك تعمل فيه، لأن هذه منكرات، هذه منكرات وأنت تحضرها ولا تستطيع الإنكار، فاعتزل هذا الفندق إلى عمل آخر، اطلب الرزق في غيره. والله ما حصر الرزق في هذا الفندق، الأرزاق كثيرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أبواب الرزق كثيرة ولله الحمد. نعم. يقول السائل: ما حكم من نسي حلق شعره في العمرة ولبس ثيابه، ما يصنع في هذه الحال مع العلم أنه أخطأ في ذلك؟ لم تكمل عمرته إلى الآن، باق عليه الحلق أو نسك من مناسك العمرة، فعليه أنه يعيد ملابس الإحرام عليه، لأنه ما زال محرما، ولبسه المخيط غلط لأنه ما كمل العمرة، فيعيد ملابس الإحرام ويحلق رأسه وهو بإحرامه، ثم بعد ذلك يتحلل من إحرامه لأنها كملت عمرته. نعم. يقول السائل: حصل حادث بسيارتي وقد توفي شخص كان معي بالسيارة، فما الحكم؟ هذا يرجع إلى سبب الحادث، إن كان الحادث من غير تفريط منك لا شيء عليك، أما إذا كان أنت مفرط ومتسبب في الحادث فعليك الدية وعليك الكفارة، الدية على العاقلة أي عصبتك وقرابتك، وأنت عليك الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، إذا كنت مدانا في الحادث ولو بنسبة 1% عليك الكفارة. نعم. يقول السائل: أنا شاب أجلس مع شباب لا يصومون ويفطروا أمامي وأنصحهم على ذلك ولم يستجيبوا، ماذا أفعل معهم؟ أتركهم أم أصاحبهم؟ لا تصاحبهم، الواجب عليك مفارقتهم والابتعاد عنهم، لأنهم قرناء سوء وجلساء سوء، فلا تجلس معهم ولا تصاحبهم، واعتزلهم وابتعد عنهم. نعم. يقول السائل: بعض الأشخاص يفرقون بين المنهج والعقيدة، فيقولون إن صحت المنهج تستلزم صحة إن صحة المنهج تستلزم صحة العقيدة، وإن صحة العقيدة لا تستلزم صحة المنهج،
هل هذا القول صحيح؟ ما هو صحيح، العقيدة والمنهج سواء سواء، فإذا صحت العقيدة صح المنهج، وإذا فسدت العقيدة فسد المنهج، فلا فرق بينهما أبدا، اللي يفرق بينهما غلطان، ما هو صحيح. نعم، العقيدة هي أصل المنهج وهي أساس المنهج، فإذا كانت العقيدة صحيحة صار المنهج صحيحا لأنه مبني على أساس صحيح، وإذا كانت العقيدة فاسدة فإن المنهج يكون فاسدا لأن أساسه فاسد، وما كان أساسه فاسد فهو فاسد. نعم. يقول السائل: والدي متوفى ولديه 7 أولاد، هل الزكاة تخرجها لنا الوالدة أم أخي الكبير؟ يخرجها الولي، الولي الذي يتولى تركة الميت بعده هو الذي يخرج الزكاة نيابة عن الورثة، إلا من كان منهم بالغا عاقلا رشيدا فإنه يزكي نصيبه من التركة هو، أما القصار الصغار فيزكي عنهم وليهم، الوكيل عليهم يزكي عنهم لأنه يقوم مقامهم. نعم. يقول السائل: ما هي السمسرة الموجودة في التجارة، أو ما معنى السمسرة الموجودة في التجارة؟ السمسرة الدلال اللي يتوسط بين البائع والمشتري، الذي يتوسط بين البائع والمشتري هو السمسار، يسمى الدلال، هذا هو السمسار الواسطة. يقول: وما رأي فضيلتكم فيها؟ لا بأس، إذا لم تتضمن الكذب والغش فإنها لا بأس السمسرة، لأن الناس يحتاجون إليها، لا بأس أن الإنسان يشتغل سمسارا بين الباعة والمشترين، بشرط أنه ما يغش ولا يكذب ولا يأخذ شيء من حقوق الناس ولا يبيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، ما يقول للي جاءوا معهم سلع تعالوا أعطوني إياها بيعها لكم أنتم ما تعرفون، ما يجوز هذا، يخليهم هم يبيعون علشان الناس وأهل السوق يستفيدون من رخصها ومن، إلا إذا قصدوه هم وقالوا: يا فلان بع لنا هذه السلع، إذا قصدوه هم وأعطوها إياه لا بأس يكون سمسارا لهم، أما أنه هو يروح لهم يقول: أنا بصير سمسار لكم أنتم ما تعرفون السوق، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يبع حاضر لباد. قيل لابن عباس أو لراوي الحديث: وما معناه؟ قال: لا يكون له سمسارا. نعم. يقول السائل: جاء في الحديث ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مكانه ثم يجلس فيه، هل إذا قام أحدنا لرجل كبير في السن يدخل في هذا الحديث، وما معنى الحديث؟ حديث واضح كما هو من لفظه، لا يقيم، ما تجي وتوخر واحد تجلس في مكانه، إلا إذا قام هو من نفسه وآثرك بمكانه فلا بأس أن تجلس فيه، وأما أنت تقيمه وهو ما رضي ولا سمح وأن تقيمه من مكانه هذا لا يجوز لك، هذا ما يجوز. بل كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قام له أحد باختياره ما يجلس في مكانه، تورعاً منه رضي الله عنه، فكيف بالذي يقيم الناس من أمكنتهم ويجلس في مكانهم، إلا إذا كان هذا الشخص الذي أقمته خادما لك أو ابنا لك قدمته يحجز لك المكان فلا بأس، إذا كان خادما لك أو ابنا لك، أما أنك تجي واحد من الناس جالس في المسجد وإلا في مكان أو في مجلس وتقيمه بزعمك أنك أنت مقدم